مبادرة متلازمة داون معنا، حياتنا لها معنى. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الناطق الإعلامي باسم مبادرة متلازمة داون معنا، حياتنا لها معنى، عبد الدائم محمد. وأنا أب لطفلة من متلازمة داون عمرها 9 سنوات، وهي مدموجة في السلك التعليمي. وبالأصالة عن نفسي والنيابة عن أعضاء مبادرتي، أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الإمارات لرعاية متلازمة داون على توجيه الدعوة لمبادرتنا المشاركة في الكونغرس العالمي لمتلازمة داون. كما نتوجه بالشكر الجزيل لإدارة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون الموقر لدعوته لنا. نحن مبادرة عائلية تطوعية تفاعلية لأحبتنا لأبنائنا من متلازمة داون وأهاليهم ومن يحبهم ومن يود التعرف عليهم، وهي تضم بالإضافة لعائلات أحبتنا من متلازمة داون أهل العلم والمعرفة والخبرة والاختصاص. وهي مبادرة نشطة على الفيسبوك باسم متلازمة داون معنا، حياتنا لها معنى. وقد تم إنشاؤها في الأردن بتاريخ 31/1/2013 بواسطة انتصار عادل الخطيب مؤسس المبادرة. وهي تضم أعضاء من كافة الدول العربية من فلسطين ومصر وليبيا والسعودية وسوريا ولبنان وقطر والمغرب وتونس والجزائر واليمن وغيرها العديد من البلدان العربية. مبادرتنا مقرها الأردن من حيث المنشأ، لكنها عربية من حيث الأهداف والرسالة. لسنا جمعية خيرية ولا يوجد لنا مقر. مقر اجتماعنا الدائم على الصفحة وعبر الواتساب. نتبادل الآراء والخبرات لأهل الأردن ونلتقي بالنشاطات المختلفة. ومبادرتنا نعطيها جل اهتمامنا، ونحن نتفرغ لها على مدار الوقت للرد على الأهالي من متلازمة داون. كما حرصت مبادرتنا على تقديم الأفضل لأبنائنا من متلازمة داون، فقد تم إنشاء فريق الحياة للكاراتيه مع المدرب الدولي أكرم الرنتيسي. كما أنشأنا فريقا للدبكة الشعبية. كما تم التسليط على النماذج القدوة من شباب وصبايا مبادرتنا الذين كانت لهم إنجازاتهم، فنحن نعتز ونفتخر بالحافظة لكتاب الله روان الدويك التي تابعناها على مدار 7 سنوات حتى أتمت حفظ القرآن الكريم كاملا. كما نعتز ونفتخر بالمبدع صلاح الفوراني الذي لديه موهبة التصوير. كما نعتز بقصة زواج ابننا الشاب إبراهيم الرجدان من عروسه نور، وهي أول قصة إشهار زواج لشخص من متلازمة داون في الأردن. كلنا نعتز ونفتخر بجميع أبنائنا وبناتنا من النماذج القدوة الذين تركوا بصمتهم في عالم متلازمة داون. لقد كان من المفترض أن تكون معكم مؤسسة المبادرة الأخت الفاضلة انتصار عادل الخطيب، وهي أخت لاثنين من متلازمة داون هما أيمن وأمجد الخطيب. ونحن لدينا فريق عمل متجانس يساعد ويدير معها العمل، وهي مكونة من أخواتكن السيدة كفاح أبو الشيخ أمبان والدكتورة ميادة قشوع أخت نادية والسيدة أمرها فرفان من ليبيا والسيد عبد الدايم محمد أبو وسن والسيد عماد فرح والسيدة رند الصلاج والدة صهيب والسيد قاسم كفاوين أبو محمد وماسة والسيد رشاد الفوراني والد صلاح والسيدة لولو أبو الرب والدة هاشم، وكلهم من الأردن. ونحن نعتبر كل عضو بالصفحة هو عضو بالفريق. نعتز ونفتخر به ونتشرف بمتابعتكم ومشاركتكم معنا. نحن معهم يدا بيد سنسير لمواصلة المسير، فطريقنا طويل
ولكن بالإرادة والتصميم سنحقق الكثير. نتمنى من الجميع أن يساهموا معنا في تحقيق أهدافنا. أولاً، تعريف المجتمع بمتلازمة داون. ثانياً، نشر التوعية حول متلازمة داون. ثالثاً، نتبادل الخبرات والمهارات بين عائلات متلازمة داون. رابعاً، تقديم ما هو جديد ومفيد من معلومات عن متلازمة داون. خامساً، المساهمة في المطالبة لنيل حقوقهم المشروعة. سادساً، تسليط الضوء على النماذج القدوة منهم. سابعاً، التعاون مع المبادرات والجهات ذات العلاقة التي تخدم متلازمة داون. أما عن الطموح والآمال، فإننا نأمل ونطمح بتحقيق الآلي. أولاً، توصيل رسالتنا وتحقيق أهدافنا من خلال متابعة ما تقوم به مبادرتنا بشكل يومي وبطرق فعالة من خلال ما يتم نشره على صفحتنا. القيام بالنشاطات المتنوعة، محاضرات وندوات ومهرجانات وورش عمل ودورات تدريبية، المشاركة بالفعاليات التي تقوم بها الجهات جهات مساندة ومؤازرة، إصدار نشرات وكتيبات حول متلازمة داون، إيصال صوتنا بكافة الوسائل المطروحة للجهات المسؤولة، المطالبة بحقوق أولادنا ضمن الطرق والسبل الحضارية المتاحة والمشروعة، تقديم النماذج الإيجابية والقدوة الناجحة من متلازمة داون وتسليط الضوء عليهم. وأما عن أهم الإنجازات والفعاليات التي قامت بها مبادرتنا خلال سنوات من العطاء منذ بداية انطلاقتها 31/1/2013، أولاً، إصدار نشرة تعريفية عن متلازمة داون وتعريف المبادرة ونشرة حقيبة عمل حكاية عطاء. ثانياً، كتابة المقالات والموضوعات التي تتعلق بمتلازمة داون التعريفية والصحية والاجتماعية وكافة المجالات. ثالثاً، إجراء المقابلات التلفزيونية وكتابة المقالات والتقارير الصحفية. رابعاً، توثيق قصص النجاح ومتابعتها خلال السنوات وتسليط الضوء عليها وتكريمهم. خامساً، الإشراف على إقامة الورشات التدريبية والتأهيلية لكافة الأعمار بموضوعات مختلفة مثل التدخل المبكر وتعديل السلوك والمتابعة في مرحلة المراهقة مع أهل الاختصاص. سادساً، إعطاء محاضرات والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تخص متلازمة داون. سابعاً، المشاركة مع الجهات الرسمية أو المجتمعية ذات العلاقة التي تهتم بمتلازمة داون. ثامناً، القيام بزيارات عائلية شخصية بمناسبات مختلفة لزيادة أواصر المحبة والأخوة بين العائلات. تاسعاً، إقامة الرحلات العائلية الترفيهية والسياحية لمختلف مناطق المملكة بالتنسيق والتخطيط من قبل فريق العمل. عاشراً، زيارة أبنائنا المرضى في المستشفى أو المنزل وتقديم التهاني في مناسبات الأفراح والمباركة في مناسبات مختلفة والاحتفال بأعياد الميلاد باسم المبادرة. 11، المشاركة بالماراثونات الرياضية للصغار والكبار على مدار سنوات ومن جهات معتمدة مثل الجمعية الأردنية للماراثونات الأردنية. 12، المشاركة بالبازارات لدعم الصبايا والشباب والأمهات المنتجين لتسويق إنتاجهم من مأكولات وأشغال يدوية وريعها يعود للعائلات المشاركة. 13،
إقامة مشروع صحبة هلا، تدريب وتأهيل لمجموعة من الصبايا من متلازمة داون على صناعة الحلويات وعمل معجنات وسندويشات ومأكولات خفيفة وأنواع من السلطات على يد شفات مؤهلات ومدربات معتمدات يعملن تطوعاً بهدف الوصول لإقامة مطبخ إنتاجي يخدم الصبايا وعائلاتهن. الرابع عشر، إنشاء فريق كاراتيه وتدريب الشباب على يد مدرب مؤهل تطوع يعتمد على المهارات بهدف الدفاع عن النفس واكتساب لياقة بدنية والمشاركة بالبطولات والمسابقات للحصول على أحزمة البطولات ضمن الإجراءات المطلوبة والمعتمدة على يد كابتن متطوع ومؤهل ومعتمد دوليا. خمسة عشر، إنشاء فريق دبكة للنشامة للدبكة الشعبية على يد مدرب فنان معتمد مؤهل وتدريبات منتظمة ومستمرة لاكتساب مهارات الدبكة لإحياء حفلات ونشاطات مشارك بها وتحسن الذوق الفني واكتساب متعة النجاح بالأداء المناسب للحركات، حيث تعتبر الدبكة فنا شعبيا راقيا في مجتمعنا الشرقي. السادس عشر، المشاركة مع الجهات ذات العلاقة وذات الاهتمام المشابه والتعاون المشترك الفعال، نلتقي على الأهداف لتحقيق مكتسبات حقوقية لأبنائنا على أرض الواقع. سابع عشر، التركيز على إيجاد فرص عمل مناسبة ضمن برنامج التأهيل والتشغيل القائم على الحق بالعمل ضمن قانون العمل والعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المباشرة لضمان النجاح فرصة العمل المتاحة وبالجدارة والاستحقاق. الثامن عشر، التشجيع على التعليم الدامج بالمدارس أسوة بغيرهم من غير ذوي الإعاقة لإتاحة المجال لنيل حقهم بالعلم ضمن الأصول والتهيئة الملائمة للمناهج والأساليب التعليمية والتقييم المناسب. تاسع عشر، الاجتماع الدوري لفريق العمل من أجل متابعة سير تحقيق أهداف ورسالة المبادرة وتقييم وتحسين أداء العمل ضمن الخطة المتبعة واتخاذ القرار الجماعي المناسب. عشرون، منح الدروع باسم المبادرة والشهادات وشهادات الشكر والتقدير لكل من يساهم في دعم المبادرة وتحقيق أهدافها وبالشكر تدوم النعم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، كل الشكر لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.